خصنا نهضروا على إصلاح الأنظمة ديال التقاعد، لأن إذا خلينا الأنظمة ديال التقاعد غادية بوحدها غتمشي للحيط. دوك ما يمكنش، دوك هذا مسؤولية ديال الجميع. دوك خصنا نبداو في هذا سبتمبر أكتوبر، بدينا تناقشنا، عرفت الدولة شنو هو التوجه ديالها يعني في هذا النظام، وعرفنا شنو هو التوجه ديال النقابات، واش اللي مقبول واش اللي ما مقبولش. دابا خاص يعني ابتداء من سبتمبر نبداو لي نيغوسياسيون لي ديسكسيون باش هذوك الصناديق يمشيو للمدى ديالهم اللي خصهم يمشيو ليه، ونشوفوا شنو هي الدولة غادي تعمل، وشنو المشغل غادي يعمل، وشنو العامل غادي يعمل، وكل واحد اش غادي يعمل، ويكون واحد التوازن وما يكونش ثقل على واحد الجهة. وهذا الشيء الا بديناه في سبتمبر انا كنتمنى انه هذا مشروع خصنا نفضيوه في افق 2025 2025 سي لاني ان شاء الله اللي نمشيو فيها ديال اصلاح ديال الانظمه ديال التقاعد. من بعد كتبقى مدونه الشغل ندخلوها في 2026، نبداوها عندنا الوقت نكملوها، كملناها ما عندناش الوقت يعني خصنا نخليو الحكومه اللي جايه اجديو حتى هي خصها باش تشتغل. شكرا لكم.